يوه، وشلون بدك تجوز البنت هيك؟ أنا ناوي جوز البنت بهالسرعة مشان الحكيم حمزة يقدر يطلع ويفوت لعندكم يا حرمي. يعني معقول ما نعمل لها عرس مثل ما عملنا لأخواتها؟ شو هالحكي يا حرمي؟ هلا وقت عراس وفراح؟ شو مالك حاسة شو صاير بالحارة؟ بعدين أنا مضرور إني أكتب كتاب الليلة قبل ما أطلع من الحارة. يعني خلص ابن عمي رح تطلع برات الحارة؟ بدك تتركنا؟ بدك تترك حاتم وانت ما لحقت تشوفه ولا تفرح فيه؟ هيك إرادة رب العالمين، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الحمد لله شبنا معادي، روقي برضاي عليك، انت مؤمنة، صلي على النبي. شلون ابي بده يكتب كتاب حميدي هيك على غفله؟ لك مو بس كتب كتاب، كمان دخله. دخله؟ ايه دخله، ما حميده بدها تروح دغري عن بيت جوزها. مو غريبه؟ شلون غريبه؟ ما ابوكي وشباب الحاره بده يطلعوا الليله. الله يجيرنا، الله يجيرنا يا موت الهم اللي جاي. ابوكي مو رايد يغيب عن الحاره وما في رجال يدير باله علينا. يعني انتي مو راضياني على كتب الكتاب والدخله يا امو؟ في امه بتفرح لبنتها لك امي، بس يعني كتب كتابك اجاني مثل الضربه على الراس. كنت حابه اعمل لك احلى عرس مطنطن بالحاره. هاي المكواه يا امو. يو، وليش جايبتيها لهون يا امو؟ مطيعه ولا ايش المكواه يا امو؟ نعم يا امو. خدي المكواه وشعلي فيها شويه فحم خليها تحمى. حاضر يا امو. يلا تحمى يا مو. ما بدك تقولي لي لايش المكواية؟ حتى اكوي لك شعرك يا مو، ولا هيك بدك تروحي لعند عريسك؟ يو، ليش بو شعري مو حلو؟ ما حلو امي حلو، بس بالمكواية بيطلع احلى. الله يرحمك يا امي، مدري ليش هلا خطرت على بالي. وقت اللي كان عرسي هيك عملت لي شعري بالمكواية ونزل على كتفي مثل شلة الحرير. هلأ صار الفستان على قد خصري. لك ريتني اضرب على حظك لك اختي. معقولة يوم كتبي كتابك ما نخيط لك فستان جديد وتلبسي فستاني؟ معلش يا اختي، مهم اني اكون مبسوطة. الحكيم حمزة شاب مرتب وما في منه، وانا متأكدة انه رح يحفظني ويصوني، بس لك اني انا مبسوطة من قلبي. كون كذابة، شلون بدي انبسط وما حيغيب عنا يوم كتب كتابي وعرسي؟ شلون؟ مشان هيك ابوك حسب هالحساب، وقصد يكون كتب كتابك ودخلتك قبل ما يطلع رجال الحاره من بيوته، مشان يكون جوزك هو سندنا بالحاره. ما حدا بحلم مطرح ابي، ولا حدا بيكون عنده مثل حلميته. ما حدا يا شريفه. ان شاء الله بيسلموا هالايدين يا مطيعه. تفضلي خالي. ايه تفضلي يا امو. يسلموا ايديك يا امو. ايه ليلي ستي، هاي اجت القهوه. انت ليش بعت وراي؟ بعتت وراكي حتى تخبري سعاد خان ومو كناينه وام بشير وكنتها وفريال وبوران مشان يجوا يحضروا كتب كتاب حميده. يو، كتب كتاب حميده؟ وامتى؟ الليله بعد المغرب. وعلى مين من غير شر؟ على الحكيم حمزة. شلون هيك صار يا أم حاتم؟ إيه لا، عتبي عليكي كتير كتير. يعني أنا آخر وحدة بتدرى؟ إيه إلي حصة عم فوت وبطلع لعندكم وما خبرتيني؟ سكتي يا أمزكي سكتي، ليش أنا كنت بعرف بموعد كتب الكتاب؟ اليوم أبو حاتم حتى خبرني ومثلي مثلك فاجأني بهالخبرية، ولا لي حاس بحسابها ولا لنا حتى مجهزين البنت. إيه والله هي سمعة. شو عدا ما بدا حتى يحددوا كتب الكتاب الليله بالذات؟ قصدي ليش مستعجل اخي ابو حاتم؟ شو صاير بالدنيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نستغفره ونتوب اليه، ونشهد ان لا اله الا الله، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.
ما بقدر، ما بقدر إلا ما ظلت لك يا حميدة، ما بقدر. إذا بدك تزلغتي امسكي زلغتي، بس مو إلي، زلغتي لشبابنا اللي راحوا بالحارة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم. قول يا أبو حاتم، زوجتك ابنتي حميدة بالولاية عليها وبالإذن منها. زوجتك ابنتي حميدة بالولاية عليها وبالإذن منها، وعلى كتاب الله وسنة نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بارك مع بنته. بارك. السلام عليكم. السلام عليكم يا جماعة. مبروك يا حكيم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه يا حاتم، امتى نويتوا الاتكال؟ بعد نص الليل ان الله راد. معناها لازم خبر الشباب مشان نلتقي ببيت امزكي. خبرون عمي خبرون. خليني اشوفك قبل ما تروح. تحت امرك شيخنا. مبروك يا حكيم. عليك شيخي. سلام. رايح معك شيخي. يلا السلام عليكم. الف مبروك الشباب. الله يسلمك. شرفتوا. يا عمي شرف يا بيشرف. يلا 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 يلا. تفضل صغري تفضل. يلا يلا. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك عمي. الله يجعلها جازة الدهر. مبروك يا أبي حميدة. الله يرضى عليكي. الله يبارك فيك. فضيله بيته ودينه. ها أمرك يا أبي. خد عروستك واتكلوا على الله صغري. وصيتي عندك مرت عمك، وهدول البنات صاروا عرضك. دير بالك عليهم. الله يرضى عليك. لا توصي حريص عمي، هدول أماني برقبتي. شوف وشك بخير. الله معك يا أبي. الله معك. روحي مع عريسك. دخيلك يا أبي، دخيلك، نحن عم نستناك. روح يا أبي تيسر، خد عروسك. روح يا أبي روح. شوف روح. الله معكم. جيبوا العباية للعروس بنات. حميدة ديري بالك على ابن عمك. يا اشتقلك كتير يا أبي. عم اشتقل لريحتك ولضحكتك. دير بالك على أخواتك وعلى أمك. انت صرت الرجال بغيابي يا أبي. دير بالك عليهم. الله يرضى عليك. ان شاء الله ان شاء الله بشوفك عريس وبفرح من ولادك. عمي
سكي محاتي، خدي سطح الجواخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرضى عليكم يا أمي. يلا خليني ودع أخواتكم. شو يا أبي مطيع؟ يا أبي أنا ما بديش غير تدير بالك حالك. أنت بس دعي لي وأنت عم تصلي. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الله يرضى عليك. حاضر يا أبي. يا أبي وعدني إنك ترجع لنا بسلام. إن شاء الله يا أبي إن شاء الله. أنتوا بس ادعوا لي. وزيدي عندك تسألي عن ابن عمي، تعرف لي شو أخباره؟ مو معقول اختفى عن وش الدنيا مو باين له أثر. الله يقدر إن شاء الله برجع لك بالأخبار الطيبة. بالك على أمك وأخواتك. الله يرضى عليك. حارتنا كرامتنا. يلا يا بنات حاولي ذبوا. يلا بحياتك ما غبت عني وعن الولاد يا أبو فاتن. أنا ما رح غيب عنكم يا أم هادي. أنا رح ضل حواليكم بعقلي وروحي وقلبي. صيتي عندك ديري بالك على حادي. حاتم بعيوني من جوا. إذا الله قدر صاحب الأمانة أخذ أمانته وما رجعت، يلو لحاتم بس يصير شاب أبوك ما فرح فيك وما لح يشوفك منيح، بس هو كان متأكد إنك رح تطلع رجال وقبضاي وزقرت وعند كلمتك إذا بتكلفك روحك، لأنه الرجال لسانه وإيمانه. يلا يا أم هادي بدك شيء؟ الرجال عم يستنوني. الله معك ابنك، طريقك ميسر بإذن الله. تروح وترجع لنا بالسلامة يا أغلى الناس. موعك يخبيها، ما لازم يشوفوها الأولاد. حتى لو ما رجعت. تبكوا يا بنات، لا تبكوا، بإذن الله راجع، بإذن الله راجع. عتاز